في سويداء قلبه كان يحلم بحلمه الكبير بالعودة إلى وطنه، إلى مدينته، إلى فلسطين. لم يتوقف عن هذا الحلم لحظة، رغم كل المعاناة والكفاح والنجاحات والأعمال الضخمة. تعب هو الطريق للنجاح وللراحة. من يتعب في نهاره يرتاح في ليله. أنا أقول أن المعاناة نعمة. إذا المعاناة اضطرتني أن أكون الأول، الحمد لله على المعاناة. وما في ممكنك تتخيل شو اشتغلت. اشتغلت أبيع آيس كريم، حط الصندوق على ظهري وأدور أبيع بوزة. واللي بيقول لك أني أنا بدي أرتاح، بدك ترتاح اتعب. الراحة مضرة للصحة، بدك تؤمن أنه الراحة مضرة للصحة. الشغل راحة، الشغل هو راحة صحية، راحة نفسية. واللي بيقول لك ارتاح وخذ راحة، قول له طيب ليش ما بتريح قلبك؟ القلب يضخ دم على مدى 24 ساعة طول ما أنت حي. عندما يتوقف ويرتاح بموت الإنسان. كذبة هاي قصة الراحة. الراحة مضرة للصحة. اعتمد صاحب الشركات العالمية في حياته على قاعدتين: الإيجابية والأمانة. فتحولت حياته من لاجئ إلى رجل من أهم رجال الاقتصاد في العالم. لم يحتوي قاموسه على القاعدة الميكافيلية أن الغاية تبرر الوسيلة، رغم أن كل الظروف كانت تأخذ بيده نحوها، رغم أنها فتوى جاهزة أصدرتها الظروف الصعبة والاستثنائية التي مر بها. ظل نزيها، صاحب مبدأ، فنجح بذاته لذاته. فمان الله.